جداريه تمزج بين الواقع والخيال كسرت الرتابه البصريه وبثت الروح في جدران البنايات العملاقه للعاصمه الرباط لوحات تشكيليه ممتده باشكال هندسيه تبهر الناظرين ترسم مريم بن كيران ايقاعاتها التشكيليه بالكثير من الحنكة والإبداع خدمت على على أساس لا اللي كانت عندي في الحيط هي هذيك لاباغ الوسطانية وأنا الرسم ديالي رسم على شكل جيومتريك وباللوان وكان كناخذ لانسبيراسيون من 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 الهندسة من المدن من الحياة ديال كل نهار مهرجان جدار فن الشارع يعود في دورته الثامنة بإبداعات متنوعة لإضفاء رونق جديد على مدينة الأنوار بريشة فنانين مغاربة وأجانب هذا العام في الدورة الثامنة هو أن درنا دي فيزيت كيدي هاد لي فيزيت كيدي آه الهدف منهم هو أن ندير هذا النشاط ندير للسكنة ديال الرباط والهدف منا هو أن نتقربوا منهم ونوريهم الحيوط اللي درنا في كاع لي اللي فاتوا سلون واحد لو سيركوي بخيسي وثاني حاجة هو أنهم يتعرفوا على الخدمة ديالنا وكل حيط عنده إيستواغ دونك نتعرفوا على الإشتوار ديال الحيط الجداريات اعمال فنيه تسعى الى ترسيخ الثقافه البصريه ودعم المواهب الشابه من اجل اكتشاف عالم الجداريات وفن الشارع لتعزيز المكانه الثقافيه للعاصمه الرباط الى جانب الحديث عن قضايا متعدده من خلال ابداعات تنبض من قلب الفن المعاصر